السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين أينما كنتم، ومعكم الخطاط محمد الحميلي، ومع درس جديد من دروس تعليم الخط العربي خط النسخ. هنكتب مع بعض آية كريمة من القرآن الكريم، وهنشوف ميزان وتقنين هذه الآية. اللي حابب يحسن خطه يا جماعة يتابع معنا الدرس للنهاية، وما تنسوش اعملوا إعجاب لهذا الفيديو، وكمان اشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس. ويلا نبدأ مع بعض. نبدأ حرف الواو، نقطة ألف من حواليها وأطلع بميل ناحية اليمين، بعد كده أنزل تاني على نفس النقطة، نأخذ من هنا كده ننزل جسم الواو، وجسم الواو الجزء الأخير ده قلنا بنرسمه إيه رسم بسن القلم. الألف أخذ من أعلى وأنا نازل بالراحة كده، ده ميل ناحية اليسار من أعلى. اللام نقطة وانزل منها نفس الكلام ونفس التوازي، هناخد من هنا كده ونطلع، هنعمل حرف القاف، ناخد من هنا كده، عملنا مد بطرف القلم، شايفين دفنا الميم، هناخد من اعلى بنزول ونعمل ايه الراء. الراء طبعا هنرسمها برضو زي ما رسمنا ايه، زي ما رسمنا جسم الواو. والقمر اذا الف ذال اتسق، نفس الألف برضو درجة الميل والتوازي يا جماعة تكون واحدة. التاء وراء حرف السين، تمام كده مظبوط، يبقى لازم نعمل ايه سنة التاء بهذا الشكل المرتفع، نطلع نعمل ايه أسنان السين صعود، السنة الأولى صعود، السنة الثانية الثالثة تكون أوطى شوية، بعد كده نعمل ايه القاف اهو زي رأس الواو بس انزل برقبة كده، طبعا هنطمس الجزء ده، ناخد جسم ايه القاف نزول دوران ثم صعود لأعلى. تشكيل، والقمر إذا، طبعا في الكتابة العثمانية المشق يختلف عن كتابة القرآن الكريم، هنا دائما بيكتبوا في الكتابة العثمانية يعني بالهمزة يحطوا مكانها ايه كسرة يا جماعة. والقمر إذا اتسق، لو شفنا سريعا كده معاكم ميزان هذه الآية. حرف الواو، رأس الواو نزولها بيكون نقطة ونص، يعني ما فيش درس إلا ما بنشرح فيه بيكون في حرف الواو ومكرر مرة واثنين وثلاثة. ميل نقطة، نزول الجزئية دي قلنا نقطتين، رأس الواو نفسها بتكون هنا نقطة ونصف، تمام. الجسم بتاع الواو بيكون ثلاث نقاط، واحنا قلنا الجزئية دي فيها نزول، وهنا الجزء ده ممكن ارفعه رفع وممكن يمشي افقي. الالف ارتفاع بتاعه خمس نقاط، تمام. احاول عند الكتابة لقيت نفسي يعني الالف قصيرة شوية اطولها،
او طويله اقصرها. يعني تحاول النقاط دي بتخليك تعمل لك عمليه ميزان وضبط للحرف. مسافه نقطه ونص بين الالف واللام، هنا برضو ما سيبنا مسافه نقطه، طلعنا وعملنا القاف. القاف كده الجزئيه دي مقدارها نقطتين وهي فيها ميل من اعلى، مشينا كده هنا مقدار 3 نقاط تمام، وفي عمق نقطه. بعد كده عملنا الميم، الجزئيه دي هنا في مقدار نقطه وفيها نزول يا جماعه. بعد كده عملنا ايه الراء، نزول الراء نقطتين ايضا، الميل بتاعها نقطة، هنا في 3 نقاط. الألف برضو أهو تكرر معنا 5 نقاط، وألاحظ الميل بتاعه لازم يكون من أعلى جهة اليسار. حرف الذال الجزئية دي هنا كده نقطتين، وبعد كده نزول هذا الجزء بيكون أيضا نقطتين المسافة بتاعته، ولاحظ إن هنا بيكون في ارتفاع بسيط. ولو عملنا كده خط كمان هنلاقي هنا في خروج للجزء السفلي عن البداية، وهنا بيكون في مقدار إيه مقدار نقطة. نفس الكلام نقطة ونص، وبعد كده هنا نزول هذه الجزئية بيكون معنا 3 نقاط اتسق. سيبنا مسافة نقطة وعملنا أسنان السين، شايفين في تدرج أو نزول في أسنان السين. الجزئية الأولى دي نقطة، هنا في مسافة نقطة ونصف تمام. بعد كده عملنا القاف، سيبنا مسافة نقطة وعملنا القاف، رأس القاف نقطة ونص، ونزول هذا الجزء بيكون نقطة، ومن أسفل أيضا في نقطة، وفي الداخل هنا بيكون ايه 3 نقاط، وهنا بتقفل على النقطتين. لو حضراتكم استمريتوا معنا للنهاية وحسيتوا انه في استفادة واعجبكم الدرس، يبقى اضغط على زر الاعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا زر الجرس اللي بيتابعنا من غير اشتراك. واتمنى لكم التوفيق دائما. كان معكم الخطاط محمد الحميدي.